السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين كرة سبورت. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية مبروك لكل عشاق النادي الأهلي، مبروك للعيبة الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني، مبروك لكل اللعيبة على الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية. لعيبة رجالة شرفتونا بجد، شكرا لكل اللعيبة الرجالة. كان ممكن نخلص الماتش في البداية في الشوط الأول بس ما كانش فيه حظ معانا، رغم ان احنا كنا متحفظين جدا من الناحية الدفاعية، رغم ان فرقة بالمرس ما كانتش اللي هي الفرقة القوية ان احنا ندافع لها. ده من وجهة نظري ان بالمرس البرازيلي كان من الفرق اللي ممكن ان احنا نكسبها في الشوط الأول، والشوط الثاني تراجعنا بعض الشيء، بس الحمد لله على كل شيء ان احنا فزنا بركلات الترجيح. وطبعا شكرا جدا لمحمد الشناوي حارس مصر الاول وحارس افريقيا. محمد الشناوي النهارده بيثبت انه من احسن حراس العالم. شكرا لكل اللعيبه الرجاله، ايمن اشرف بصراحه قدم مباراه رائعه، هو واكرم توفيق وعمرو السوليه، كل اللعيبه بجد كل اللعيبه الرجاله قدموا مباراه قويه جدا. والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب ونحصد المركز الثالث على كأس العالم للأندية، وبنوصل وصلنا لكأس العالم والحمد لله، وحققنا المركز الثالث بعد ان احنا اتعادلنا في المباراة بالتعادل السلبي. كان ممكن ان احنا نقدر نجيب جوان بس كان في بعض التحفظات من بيتسو موسيماني، وكان في كذا فرصة خطيرة لينا والنادي الأهلي، كان في كذا فرصة بس ما قدرناش ان احنا نستفيد منها، بس الحمد لله على كل شيء ان احنا قدرنا نكسب في المباراة. ونروح طبعا احنا عارفين ان الجوائز بتاعت مونديال كأس العالم بتقدم، هنا الأهلي هيحصد على مبلغ 2.5 مليون دولار، يعني 40 مليون جنيه مصري، ده اللي الأهلي حصل عليهم في المركز الثالث على مستوى كأس العالم للأندية. مرة تاني بنشكر إدارة النادي الأهلي وبنشكر الجهاز الفني وبنشكر اللعيبة الرجالة اللي وصلتنا للمكانة دي في كأس العالم للأندية. طبعا كان ممكن ان احنا نكسب في المباراة بس الحمد لله ده مشيئة ربنا، وده ربنا اللي مقدره لنا ان احنا نكسب بضربات الجزاء، وان يكون بطلها محمد الشناوي. طبعا مروان ضيع وعمرو السولية، بس ده كله اسمها ركلات الحظ او ركلات المعاناة. فبنشكر اللعيبة على المجهود اللي بذلته طوال البطولة، بنشكر بيتسو وموسيماني، وبنشكر محمد الشناوي تاني، هنفضل نشكر محمد الشناوي لانه من احسن حراس العالم في الوقت الحالي، ومش بشهادة انا بس، لا بشهادة الناس كلها وبشهادة الصفحات والصحف الاوروبية والصحف الافريقية، كل ده بيشكروا في محمد الشناوي. وبنشكر كابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ وكل اللعيبة وكل الجهاز الفني على الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية. طيب هنروح لأخبار، خلصنا من النادي الأهلي بس لسه مستمرين في الحلقات، إن خلاص النادي الأهلي هيرجع بكرة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. بكرة إن شاء الله الأهلي هيكون متواجد في مطار القاهرة، طبعا هيكون في حفاوة استقبال من الجماهير، وإن شاء الله بيتسو موسيماني قال إن بكرة هتبقى اجازة او راحة سلبية للعيبة، وهيبدأوا من يوم السبت ان شاء الله عشان يستعدوا لنادي المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا. على طول الاهلي هيرجع من قطر من الدوحة الى مطار القاهرة، هيبقى في راحة سلبية وهيستأنفوا التدريبات يوم السبت ان شاء الله. طيب نروح لاخبار الدوري المصري او اخبار الزمالك. اول خبر اللي هو كواليس زيارة بعثة مولودية الجزائر لمقر الزمالك. تواجدت بعثة نادي مولودية الجزائر في مقر نادي الزمالك اليوم بدعوة من مجلس ادارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ويحل مولودية الجزائر ضيفا على الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غدا
الجمعة في إطار منافسات الجولة الأولى لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويضم وفد فريق الجزائر الشقيق السيد الناصر رئيس النادي وعدد كبير من أفراد البعثة بحضور السيد السفير محمد صالح سفير الجزائر بالقاهرة، ورحب رئيس النادي بالسيد السفير ورئيس النادي الجزائري. طيب، أزمة بين المدير الفني للجبلاية وأحمد مجاهد، في أزمة في اتحاد الكورة واللجنة الثلاثية. دخل محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكورة في أزمة مع أحمد مجاهد الرئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية بعد رغبة مجاهد في تخفيض راتبه وتخفيض عدد الموظفين بالإدارة الفنية، وكشف أيضا أن محمود سعد يرفض تخفيض راتبه، وهو ما جعله العلاقة بينه وبين أحمد مجاهد تتوتر بشكل كبير خلال الأيام الماضية. ووصل المصدر أن أحمد مجاهد متمسك بقراره ورفض كل التوصيات باستمرار محمود سعد بنفس راتبه. ويذكر أن أحمد مجاهد قرر تخفيض رواتب 25 موظف باتحاد الكرة. طيب، سر جلسة أبو ريدة مع محمود طاهر في مشروع الهدف. كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن سر الجلسة التي عقدها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بمشروع الهدف ب 6 أكتوبر، وأن الجلسة ليس لها علاقة بانتخابات اتحاد الكرة، كما تردد وأن السبب الرئيسي للجلسة هو إسناد الشركة التي يمتلكها محمود طاهر لأعمال التطوير بمشروع الهدف لافتتاحه قبل نهاية العام الجاري. ويذكر أن أنباء قد ترددت مؤخرا عن تفكير محمود طاهر في الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقرر إقامتها بعد الأولمبياد. طيب، لسه برضو في اتحاد الكورة، مجاهد يناقش حمد بن خليفة إمكانية إقامة السوبر المصري بقطر. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أثناء جلسته مع الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم لإمكانية إقامة مباراة السوبر المصري بقطر، وأثناء الجلسة التي جمعتهم اتفق الطرفان على أن يتم وضع خطة التعاون بين الاتحادين المصري والقطري خلال الفترة المقبلة، ويتواجد أحمد مجاهد في قطر بناء على دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر. وكانت الإمارات قد استضافت السوبر المصري أكثر من مرة، ونجح الزمالك بالفوز بالسوبر المصري الأخير. طيب، نروح لجلطة سراي. طبعا مصطفى محمد بيسجل للمرة الثالثة في المشاركة الثالثة ليه، وجلطة سراي طبعا أو مدير الفني لجلطة سراي مبسوط جدا وبيقول إن مصطفى محمد لا يقدر بثمن، وانتقاله كان صعب جدا في لجلطة سراي. وبيقول نائب رئيس جلطة سراي إن انتقال مصطفى محمد لصفوف الفريق التركي كان صعب، مشددا أن هداف الزمالك السابق لا يقدر بثمن على حد تعبيره. وأيضا تصريحات أن انتقال مصطفى محمد كان صعب للغاية بسبب تغيير الإدارة بالاستمرار، وأنه لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجلطة سراي. طيب كده تكون خلصت أخبارنا، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.